بعيدة يتمتع بتصويبات قوية، كيفاش باش يكون وهو لاعب يساري في مكان يناسبه كثير كل لاعب يساري من هذه الجهة وهذا الموقع. الماحش بيسدد أرضية والهدف، والهدف فعلا الهدف الأول، نطت الكرة أمام معز بن شريفية ويكون الهدف الأول في دقيقة 13، الهدف الأول لفائدة مستقبل رياضي بن مرثا. كما قلت هذا اللاعب المحجبي معروف بتصويباته القوية وكانت مقطعة ياسر وتغالت كثير، شوفوا الحارس ماشي اللوطة غلطته، أكيد يعرف كثير الأرضية هذه وبعض المساوي متاحة والمطبات الموجودة أمام المرمى، ويكون الهدف الأول لفائدة مستقبل رياضي بن مرثا. دقيقة 13 تغير النتيجة والترجي الرياضي التونسي مطالب بتعديل. هاي الإعادة شوفوا كيفاش مشى، ما حكرش كيفاش كانت، أكيد صخايبها كانت باش تمشي.